يعطيكم العافية بنات، اليوم رح نستكمل المحاضرة السابقة واستوقفنا عند المصطلحات المحاسبية. بداية رح نحكي عن المنشأة. المنشأة تعد وحدة شخصية اعتبارية بحد ذاتها، هي وحدة تزاول نشاط، قد يكون نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي، جميعهم وجدوا لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، سواء وحدة تجارية أو صناعية أو خدمية. قد تكون منشأة فردية أو شركة أو مؤسسة حكومية. ثانيا، دورة التشغيل في المنشآت التجارية هي متوسط الفترة الزمنية بين عملية شراء سلعة وبيعها وعندنا تحصيل قيمة المبيعات نقدا. أما في المنشآت الصناعية هي متوسط الفترة الزمنية بين عملية شراء مواد خام، شو يعني مواد خام؟ سواء اسمنت، خشب إلى آخره، اللازمة للتصنيع والإنتاج وبيع المنتجات وتحصيل قيمة المبيعات نقدا. إذن سواء دورة التشغيل في المنشآت التجارية أو في المنشآت الصناعية بدنا نحفظ تعريفهم. حكينا المنشآت التجارية هي متوسط الفترة الزمنية بين عملية شراء سلعة وبيعها وتحصيل قيمتها أو قيمة المبيعات نقدا. أما في المنشآت الصناعية هي متوسط الفترة الزمنية بين عملية شراء مواد خام للتصنيع والإنتاج، أنا هون بصنع، وبيع المنتجات التي قمت بتصنيعها وتحصيل قيمة المبيعات نقدا. الآن رح نتحدث عن الأصول، وبتمنى أنك هذا السلايد بالذات تحفظيه زي اسمك. الأصول هي عنا الموارد المملوكة للمنشأة والتي يمكن قياسها محاسبيا، أو هي كل ما تملكه المنشأة وله قيمة مالية. طبعا تنقسم الأصول إلى قسمين، عنا أصول ثابتة أو طويلة الأجل. شو يعني طويلة الأجل؟ أنا بستفيد منها لأكثر من فترة مالية. أيضا عندنا الأصول الثابتة، أنا بقتنيها بغرض استخدامها في مزاولة نشاطي الذي أنشأ من أجله الوحدة المحاسبية، وليس إيش للبيع. مثلا كجامعة أنا عندي سيارات، عندي المبنى نفسه، الكراسي، الكمبيوترات إلى آخره، أنا جبت هاي الأغراض بقصد أني أستخدمها في مزاولة نشاطي وليس لغرض البيع. أيضا حكينا أنه أصول ثابتة طويلة الأجل أنا بستفيد منها لأكثر من فترة مالية، طبعا لا يتغير شكلها مع الاستخدام، مثال عليها الأراضي، المباني، الآلات والسيارات والأثاث. الآن أصول متداولة هي أو قصيرة الأجل، يعني أنا يسهل أو عندي هي أصول نقدية يسهل تحويلها إلى نقد خلال فترة زمنية سنة مالية أو إيش أو أقل، خلال سنة مالية أو أقل، عشان هيك بنحكي عنها قصيرة الأجل. هي الأصول النقدية والتي أو التي يسهل تحويلها إلى نقدية في الأجل القصير سنة مالية أو أقل. عنا مثال عليها الصندوق، البنك، المدينون، أوراق القبض، الاستثمارات قصيرة الأجل والمخزون. إذن الأصول زي ما حكينا هي الموارد الاقتصادية المملوكة للمنشأة، أو هي كل ما تملكه المنشأة وليس له وله قيمة مالية. طبعا تنقسم إلى قسمين، عندنا أصول ثابتة طويلة الأجل لأكثر من فترة مالية، قصيرة الأجل لسنة مالية أو أقل. أيضا عندنا الأصول غير الملموسة، هي الأصول التي ليس لها، يعني غير ملموسة، لا ما لها وجود فعلي ملموس لكن لها قيمة وفائدة، مثال عليها شهرة المحل، العلامة التجارية، وحقوق الاختراع أو براءة الاختراع. إذا بننتبه هون هي إشارة عنا العلامة التجارية للماكدونالدز، KFC إلى آخره. إذن زي ما حكينا الأصول تقسم إلى ثلاث أقسام: أصول ثابتة طويلة الأجل، أصول متداولة قصيرة الأجل، وأصول غير ملموسة. الآن رح نحكي معلومة بسيطة، إنه إحنا هون اعتبرنا عنا السيارات والأثاث هي أصول ثابتة، وحكينا إنه الأصول الثابتة تقتنى بغرض الاستخدام في مزاولة النشاط وليس إيش البيع. لكن لنفرض عنا معرض مفروشات
هون أنا بجيب المفروشات عشان أبيعها، معرض سيارات أنا بجيب السيارات عشان برضو أبيعها. هنا بصير طبيعة النشاط المنشأة مختلف، فما بنقدر نحكي عن المفروشات هون أو الأثاث أصل ثابت، هون بتغير طبيعة الحساب، بصير عندنا أصل متداول وليس أصل ثابت، وأيضا السيارات تصبح أصل ثابت أصل متداول. تمام بنات؟ يعني نرجع نعيد المعلومة، حكينا الأصول الثابتة مثال عليها السيارات والأثاث، لكن إحنا حكينا معلومة مهمة جدا في الأصول الثابتة، هي يقتنى بغرض الاستخدام في مزاولة النشاط وليس البيع. طب لنفرض معرض سيارات أنا عندي، أنا بجيب السيارات هون عشان أبيعها، أنا هون طبيعة نشاطي بيع والشراء، إيش عندي السيارات، هون بختلف، هون السيارات تنتقل إلى هون، الأصول المتداولة. أيضا الأثاث، أنا عندي معرض أثاث، هون أيضا تصبح الأثاث أصل متداول. هي يتوقف تحديد ما إذا كان الأصل ثابت أو متداول على طبيعة نشاط المنشأة، فمثلا الأثاث في معرض المفروشات يمثل أصل متداول، والسيارات في معرض السيارات يمثل أصل متداول أيضا. هاي معلومة مهمة جدا. الآن الخصوم، الخصوم هي التزامات المنشأة تجاه الغير، هاي مهمة إنه تكون في بالنا، التزامات المنشأة تجاه الغير طبعا تقسم إلى قسمين، خصوم أو التزامات ثابتة أو طويلة الأجل، والتزامات متداولة أو قصيرة الأجل. طبعا الأصول أو سوري الخصوم الثابتة، الخصوم الثابتة هي إذا كان الالتزام يستحق السداد خلال فترة زمنية تزيد عن عام، عن عام مالي، هون عنا طويلة أجل تزيد عن عام. خصوم متداولة خلال السنة المالية، التزام لم يستحق خلال السنة المالية، هون تزيد عن عام مالي واحد، عشان نميز إيش الفرق بينهم. إذا نعيد، الخصوم هي التزامات المنشأة تجاه الغير، تقسم إلى قسمين، خصوم ثابتة أو طويلة الأجل وخصوم متداولة أو قصيرة الأجل. ليش بنسميها ثابتة أو طويلة أجل؟ لأنها تستحق السداد خلال فترة زمنية تزيد عن فترة مالية واحدة أو دورة تشغيلية، أيهما أطول. مثال عليها القروض طويلة الأجل أو أوراق الدفع طويلة الأجل. خصوم متداولة إذا كان الالتزام يستحق السداد خلال السنة المالية أو دورة تشغيلية، أيهما أطول. شايفين كيف؟ خلال السنة المالية. مثال عليها القروض قصيرة الأجل الدائنون، وهو حساب بتكون مباشرة في عملية الشراء بالدين، وأيضا أوراق الدفع، أوراق الدفع قصيرة الأجل، أوراق الدفع قصيرة الأجل. تمام. الآن حقوق الملكية، وهي تمثل التزامات المنشأة تجاه ملاكها، تختلف عن الخصوم، الخصوم هي التزامات المنشأة تجاه الغير، هون التزامات المنشأة تجاه ملاكها، وتشمل عنا رأس المال، رأس المال ممكن أضيف له صافي الربح أو أطرح منه صافي الخسارة. طبعا صافي الربح أو صافي الخسارة من وين بيجوا؟ بيجوا عنا من قائمة الدخل اللي رح نتعلم كيف نعدها إن شاء الله في المحاضرات القادمة. تمام. الآن رح نحكي عن قائمة المركز المالي، وهي قائمة يا إنك بتحكي يا إنك مثلا بتسميها قائمة المركز المالي أو قائمة الميزانية أو الميزانية العمومية، سواء سميتيها بهذا المسمى أو بهذا المسمى صحيح. ما هي قائمة المركز المالي؟ هي قائمة يتم إعدادها في تاريخ معين، عشان هيك لما أنا بالمحاضرة السابقة ورجيتك عندي الشركات اللي القوائم المالية الخاصة بالشركات اللي طلعناها من موقع تداول، كانت مرتبة بهاي الطريقة، وكانت الترويسة كما في السنة المنتهية بكذا كذا بتاريخ كذا كذا.
إذن هي يتم إعدادها في تاريخ معين بيوضح لنا الأصول، الخصوم وحقوق الملكية. شو هي الأصول؟ شو هي الخصوم؟ شو هي حقوق الملكية؟ هي اللي تم شرحها قبل شوي، اللي وضحنا ما هي الأصول وقسمناها إلى 3 أقسام، والخصوم إلى 2، وحقوق الملكية شرحناها وحكينا عنها إنها التزامات خاصة تجاه الملاك، التزامات المنشأة تجاه ملاكها. طيب ما هي المعادلة أو معادلة الميزانية؟ معادلة الميزانية هي عبارة عن الأصول، يجب عندي الأصول إنها تتساوى مع خصوم، مع خصومي وحقوق الملكية، مع الخصوم وحقوق الملكية. طيب شو بتساوي الأصول؟ تساوي عندي الخصوم زائد حقوق الملكية. هون بصير عندي رياضيات ترتيب المعادلة، سواء حكيتي الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية، أو حكيتي حقوق الملكية تساوي الأصول ناقص. طبعا نعرف لما نقول الخصوم لبعد اللي يساوي بتتغير إشارتها، بصير عندنا زائد تصبح ناقص، بتصير عندنا حقوق الملكية تساوي الأصول ناقص الخصوم، أو إذا بدك الخصوم تساوي الأصول ناقص حقوق الملكية. لكن إحنا نتفق مع بعض إنه يجب إنه أصولي تساوي التزاماتي زائد حقوق الملكية أو حقوق المساهمين. أيضا حقوق الملكية ممكن أطلق عليها حقوق المساهمين، صحيح. الخصوم لها مسمى آخر التزاماتي، والأصول زي ما حكينا نفسها تساوي إيش؟ الأصول الثابتة زائد الأصول المتداولة زائد الأصول غير الملموسة. تمام؟ يجب علينا أنه نحفظ معادلة الميزانية زي اسمنا، الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. الآن رح نحكي على الإيرادات والمصروفات. ما هي الإيرادات؟ الإيرادات هي ثمن البضاعة المباعة أو الخدمة المقدمة خلال الفترة. وحكيت لكم بالمحاضرة السابقة أنه الإيرادات والمصروفات بالذات هي من مبدأ مقابلة المصروف بالإيراد، ومن هذا المبدأ رح نسير إن شاء الله بمحاسبة 2 رح نشوف كيف تعديل الحسابات من خلال الفصل الخامس اللي هو تسويات الجردية. فلازم نكون الفصل هذا إن شاء الله على دراية وعلم مزبوط بإعداد القوائم المالية وطبيعة الحسابات، عشان إن شاء الله نتمكن من الفصل الجاي في مقرر محاسبة 2. الآن زي ما حكينا الإيرادات هي ثمن البضاعة المباعة أو الخدمة المقدمة خلال الفترة. الآن ما هي المصروفات؟ المصروفات تكلفة السلع والخدمات المستحقة أو سوري الخدمات المستخدمة، يعني أنا شو تكلفت في سلع أو خدمات حتى أحصل من خلال اللي أنا دفعته على إيش؟ على إيراد. عشان هيك إحنا شو مبدأنا؟ مقابلة المصروف بالإيراد. أنا أوكي تكلفت في سلع وخدمات، لكن أنا بدي إيرادات. هي تكلفة السلع والخدمات المستخدمة في تنفيذ الأنشطة التي تزاولها المنشأة للحصول على إيراد، للحصول على إيراد. صافي الربح أو الخسارة سهل جدا، هو الفرق بين إيراداتي ومصروفاتي خلال الفترة، خلال الفترة. إذا كانت إيراداتي أكبر من مصروفاتي هون أنا عندي ربح. إذا كانت عندي مصروفاتي اللي بدفعه مش عم بحقق لي إيراد هون خسارة. إذا ما هو صافي الربح؟ هو الزيادة في الإيراد المحقق عن المصروف. طبعا سواء صافي ربح أو خسارة الاثنين مرتبطين خلال فترة زمنية معينة، لكن الربح لما يزيد إيرادي عن مصروفي، الخسارة لما ينقص عندي أو لما تزيد عندي المصروفات عن الإيرادات، المصروفات عن الإيرادات. قائمة الدخل طبعا هي قائمة الدخل بتبين لي نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة خلال فترة زمنية معينة من خلال مقابلة الإيرادات والمصروفات، ورح نشوفها كيف بالحل.
رح نشوفها كيف بالحل. الآن قائمة التدفقات النقدية هي قائمة تعرض معلومات عن النقدية المحصلة أو النقدية المنصرفة وعلاقة ذلك إيش عندي بصافي الربح. طبعا زي ما حكيت لكم سابقا قائمة التدفقات النقدية ما رح نقوم بإعدادها أو تعلم إعدادها، لكن رح نحكي إنه من خلال قائمة التدفقات النقدية أنا في بكون عندي تدفقات خاصة بالأنشطة التشغيلية، وتدفقات خاصة بالأنشطة الاستثمارية، وتدفقات خاصة بالأنشطة عندي التمويلية. هاي معلومة إليك، يعني خليها في بالك، لكن أنا بتمنى فقط إنك تحفظي التعريف، تحفظي تعريفها فقط لا غير. ممكن يجيك بالاختياري، ممكن تجيك معلومة تعرفيها حسب السؤال. طبعا جميع القوائم سواء قائمة المركز المالي أو قائمة الدخل أو قائمة التدفقات النقدية، جميعها يطلق مجتمعة، تطلق في مصطلح واحد، يطلق عليها مصطلح واحد، هي القوائم المالية اللي هي Financial Statements. يطلق عليها القوائم المالية اللي هي Income Statement اللي هي قائمة الدخل، Balance Sheet اللي هي قائمة المركز المالي، والكاش فلوز قائمة التدفقات النقدية. جميعها مجتمعة يطلق عليها مصطلح واحد اللي هو القوائم المالية، القوائم المالية. الآن رح ندرس المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. طبعا هي تمثل الأسس التي يتم الاعتماد عليها في إعداد القوائم المالية. هي مبادئ، أنا بعد القوائم المالية وفق عندي المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. طبعا مش مطلوب منك إلا تحفظي يعني المبدأ وإيش وتعريفه البسيط اللي إحنا حاطين لكم إياه. طبعا في معلومات أكثر من هيك، لكن نكتفي بهذا التعريف البسيط إنك تحفظي. ما هي التكلفة التاريخية؟ طلعي كيف مبدأ محاسبي، مبدأ، لأنه كمان شوي رح ندرس الفروض المحاسبية. التكلفة التاريخية يعني هذا المبدأ أن المعاملة المالية تثبت على أساس كمية النقود الفعلية التكلفة التي استخدمت في التبادل لتلك المعاملة. مثال عليها بنات، أنا شريت قطعة أرض، كانت هاي القطعة الأرض بمئة ألف، خلص بثبت عندي بالقوائم المالية أراضي بقيمة مئة ألف، هاي هي التكلفة التاريخية. لنفرض بعد 10 سنين صار سعرها مليون، أنا ما إلي دخل هون، أنا بس دفاتر المحاسبية سعرها 100 ألف. بمعنى هنا انتقاد على التكلفة التاريخية، لأنها لا تعبر بعدالة أو بحقيقة، يعني ما بتعبر بعدالة. خلينا نحكي قوائم المالية لا تعبر بعدالة بالسنوات القادمة. يعني مثلا كنت زمان شرى والدي مثلا أرض بقيمة 100 ألف، الآن وسجلناها بدفاتر المحاسبية 100 ألف، الآن سعرها مليون. يعني ما بتراعي التغيرات المالية اللي بتصير عبر الفترات الزمنية القادمة. تمام بنات؟ من هون عنا تطبيق أساس التكلفة التاريخية يواجه عدة انتقادات، وبخاصة في حالات إيش بنات؟ في حالات التضخم، بحيث إنه القيم التاريخية تصبح غير واقعية. زي ما حكيت لكم أنا شريت قطعة أرض زمان بمئة ألف، الآن سعرها مليون أو مليونين. بالتالي عنا لا تمثل القوائم المالية المركز المالي الحقيقي للمنشآت الاقتصادية. أيضا إيش انتقاد عليها؟ صعوبة المقارنة بين المراكز المالية خلال عدة فترات محاسبية أشمالها متتالية. تمام؟ إذا أنا شو يعني تكلفة تاريخية؟ أنا شريت بهذا السعر، بسجل وفق إيش؟ وفق سعر الشراء الفعلي اللي أنا شريت فيه. أيضا
ممكن انه يكون ميزة لها التكلفة التاريخية انها واقعية من حيث توفر المستندات والوثائق المؤيدة لها. يعني لما احكي انا سعر الارض 100,000 فعلا في فاتورة ب 100,000، فهي بتمثل عنا هون واقعية المستندات والوثائق المؤيدة لها. عشان هيك انا النقطة اللي حكيت لكم الانتقاد اللي على التكلفة التاريخية، صار في عندي مطالبة بالمعايير الجديد انهم يطالبوا انه استبدال هاي التكلفة بشيء اسمه، خلي عندك في بالك التكلفة الاستبدالية او القيمة الجارية، حتى نوصل الى نتائج اكثر واقعية بتمثل قيمة الاصول الموجودة انا عندي. تمام بنات، هاي حكينا الانتقاد. حكينا شو الميزة إلها؟ إنها بتمثل واقعية المستندات والوثائق المؤيدة إلها، لأني أنا شريتها ب100,000 سجلتها ب100,000. من هون بتكون البيانات المالية المعدة بموجب التكلفة التاريخية إيش مالها، دقيقة ولا لا؟ أكيد دقيقة، لأنه في فواتير وإلها أساس حقيقي من خلال المستندات والوثائق، وموضوعية أيضا قابل للصحة والتحقق، وغير خاضع للحكم الشخصي. ليش مش خاضع للحكم الشخصي؟ لاني انا سجلت بسعرها الفعلي. واضح بنات، سجلت بسعرها الفعلي. الان نكمل هون. زي ما حكينا، يعني هذا المبدا ان المعامله الماليه تثبت على اساس كميه النقود الفعليه التكلفه التي استخدمت في التبادل لتلك المعامله. بعد إثبات المعاملة فإن التكلفة تقيد في الدفاتر المحاسبية. زي ما حكيت لكم، شريت أرض ب100,000 سجلتها ب100,000 وتظل على ما هي عليه دون النظر إلى أي تغيير لاحق قد يحدث مستقبلا فيما عدا الاستخدام في قيمة تلك المعاملة. إن شاء الله تكون إنها واضحة. أي سؤال بنات إن شاء الله اسألوني بالمحاضرة الحضور إن شاء الله. المقابلة مبدأ محاسبي أيضا زي ما حكينا، وحكينا عنه أكثر من مرة. يعني هذا المبدأ مقابلة إيرادات الفترة المحاسبية بمصروفات نفس الفترة لتحقيق صافي الربح أو الخسارة للفترة المحاسبية. حكينا هذا من خلال قائمة الدخل مع ملاحظة تحميل إيراد الفترة بجميع المصروفات التي ساهمت في تحقيق هذا الإيراد. طبعا وإحنا شغالين على مبدأ الاستحقاق، مبدأ الاستحقاق بحكي لنا بغض النظر عن واقعية تسديد هذا المصروف أو عدم تسديده. إذن أنا بحمل إيراد الفترة بجميع مصروفات نفس الفترة. زي ما حكينا إحنا شغالين على مبدأ أساس الاستحقاق اللي هو بحكي لنا بغض النظر عن واقعية تسديد هذا المصروف أو عدم تسديده. الآن التحقق، الاعتراف بالإيراد. أيضا الاعتراف بالإيراد هو مبدأ محاسبي، يعني هذا المبدأ أنه على المنشأة أن لا تعترف بالإيراد وتسجله في دفاترها إلا بعد تحققه فعلا. متى بتحقق الإيراد فعلا؟ عند حدوث واقعة البيع. إذن شو يعني التحقق؟ الاعتراف بالإيراد وهو مبدأ محاسبي، يعني أن على المنشأة لا تعترف بالإيراد أو تسجله في دفاترها إلا إذا تحقق فعلا. كيف بتحقق؟ عند حدوث واقعة البيع، ويتم ذلك عند تسليم السلعة في طبعا في المنشآت التجارية حكينا عنها سلع، حكيت لكم هاي المعلومة في المحاضرة، أو تقديم الخدمة في المنشآت الخدمية، حيث أنه عند هذه النقطة تتم عملية التبادل المادي وبتوفر عندي دليل موضوعي على تحقق الإيراد. تمام. الإفصاح أيضا هو مبدأ محاسبي. شو يعني الإفصاح؟ الإفصاح بنات أيضا ورجتكم إياها في القوائم المالية الخاصة بالشركات اللي نزلناها من التداول. هذا المبدأ يعني أنه عند إعداد القوائم المالية يجب أن يكون هناك علانية تامة. وفعلا إحنا كان في علانية تامة، وأي باحث بيقوم بإعداد القوائم أو بعد أطروح الدكتوراه أو بعد رسالة ماجستير أو بكالوريوس وبده يستخدم القوائم المالية في عملية تحليل بياناته،
يعني بده يستفيد من القوائم المالية في إعداد أطروحته أو رسالته سواء الماجستير أو البكالوريوس، فهي عبارة عن قوائم مالية علنية بيقدر يروح على موقع تداول ويطلعها بكل سهولة، بحيث لا يتم إخفاء أي معلومات أو بيانات قد تدور بالمستفيدين من هاي القوائم. حكينا مين هم المستفيدين، يقسموا لقسمين، مستفيد داخلي أو مستفيد خارجي، وشرحنا عنها المحاضرة السابقة. أو قد تساهم في اتخاذ قرار معين، ويجب على المحاسب أن يلتزم بجانب الحياد، أي بمعنى الموضوعي وعدم التحيز إلى فئة معينة من المستفيدين عند إعداد هاي القوائم، وذلك بالإفصاح التام عن جميع المعلومات بغض النظر عن مدى تأثيرها على هذه القوائم. الاستحقاق، حكينا أيضا الاستحقاق مبدأ محاسبي. ما هو الاستحقاق؟ هو الذي يتعلق بقياس عن صافي الربح أو الخسارة الخاص بالفترة، حيث ما يؤخذ في الاعتبار هو الإيرادات والمصروفات الخاصة بالفترة بغض النظر سواء حصلت الإيراد أو دفعت المصروف أو لم سددته أو ما سددته بدك تعترف فيه. هيك يعني الاستحقاق، هو عكس الأساس النقدي. الأساس النقدي ما بيعترف إلا بالتحصيل الفعلي والاستلام والدفع الفعلي، لكن الاستحقاق سواء حصلت الإيراد أو ما حصلته، دفعت المصروف أو ما دفعته، بدك تعترف فيه، طبعا الخاص بالفترة زمنية معينة. الآن الوحدة المحاسبية، انتبهي هون، فرد محاسبي، فرد محاسبي، خليني أغير لك يا هون، فرد محاسبي. إحنا قبل كنا نحكي عن مبادئ محاسبية، الآن هاي لونت لك الفرد المحاسب عشان تنتبهي. فرد محاسبي، شو يعني وحدة محاسبية؟ هي وحدة اعتبارية خاصة بنفسها، بحد منفصلة عن ملاكها، منفصلة عن ملاكها، أي تعامل المنشأة على أنها وحدة مستقلة ومنفصلة عن مالكيها وعن المنشأة الأخرى، ولها شخصيتها المعنوية الاعتبارية الخاصة بها مستقلة استقلالا تاما. كيف يعني؟ لها سجلات ونظام محاسبي، المعاملات المالية بين المالك والمنشأة في بتسجل في الدفاتر، مش يعني أنه مالك للمنشأة يعني خلص يتصرف، لا، هيك المنشأة تعامل وحدة مستقلة بحد ذاتها منفصلة عن ملاكها. المعاملات المالية الخاصة بالمالك وليس لها علاقة بالمنشأة لا تسجل في الدفاتر. شو يعني المعاملة المالية الخاصة بالملاك؟ ما إلها علاقة بالمنشأة ولا تسجل في الدفاتر، تمام؟ إذن ما هي الوحدة المحاسبية؟ هي فرد محاسبي، إنه أنا بعامل المنشأة على أنها وحدة مستقلة منفصلة عن ملاكها، لها سجلاتها ونظامها المحاسبي، المعاملات المالية بين المالك والمنشأة تسجل في الدفاتر، ما إلي دخل في المعاملات المالية الخاصة بالمالك، هون أنا ما بسجلها في دفاتري. أهم شيء نعرف إنه الوحدة المحاسبية فرد محاسبي. الآن الوحدة النقدية أيضا فرد محاسبي. شو يعني وحدة نقدية؟ يعني هذا الفرد استخدام وحدة النقد، طبعا احنا نستخدم وحدة النقد لما نسجل عمليات المنشأة، طبعا عادة ما تكون على شكل حسب طبيعة عمل المنشأة، بتعامل بالريال بالدولار إلى آخره. إذن الوحدة النقدية هي وحدة النقد في التعامل في جميع العمليات المنشأة. طبعا الفترة المحاسبية عادة ما تكون سنة مالية، وهو فرد محاسبي. يعني هذا الفرد تقسيم حياة المنشأة إلى فترات دورية غالبا ما تكون سنة، تسمى الفترة المحاسبية. طبعا في نهاية كل فترة يتم قياس نتيجة أعمال المنشأة، سواء بقائمة الدخل اللي هي مقابلة المصروفات الفترة بإيرادات نفس الفترة، أو كما يتم إعداد قائمة المركز المالي في نهاية تلك الفترة، وبعدوا قائمة التدفقات النقدية إلى آخره، تمام؟ إذن الفترة المحاسبية غالبا ما تكون سنة مالية، سنة مالية. الاستمرارية، شو يعني الاستمرارية؟ أيضا فرد محاسبي. أنا المنشأة وجدت لتستمر،
يعني أنا أنشأت منشأة حتى تستمر، مش أنشأها شهر وخلاص. إن المنشأة مستمرة في عملياتها لفترة من الزمن تكفي لإنجاز تعهدات عنا تعهداتها الموجودة في ظل غياب دليل موضوع على عكس ذلك. المهم شو يعني؟ من خلال إني أنا معتبر إن المنشأة وجدت لتستمر، نتيجة ذلك بقيم أصولي بالتكلفة التاريخية حسب مبادئ المحاسبي المتعارف عليها، التمييز بين الأصول الثابتة والأصول المتداولة، بصنف أيضا بين التزامات طويلة الأجل والتزامات قصيرة الأجل. أهم شيء نعرف أن الاستمرارية يقصد بفرض الاستمرارية، المنشأة وجدت لتستمر. الثبات، شو يعني الثبات؟ مثلا حسب مثلا يعني مش عارف كده أوضح لكم إياها بالضبط، بس إحنا الثبات على شغلي المحاسبي، ما بيصير أغير أسلوبي أو إجراء المحاسبي من فترة لفترة. مثلا زي كيف بتعامل مع المخزون بالفايفو أو باللايفو، هاي طرق محاسبية ما بيصير أغيرها. إذا كانت أنا كشركة بستخدم اللايفو لازم أستخدمه السنة الجاي والبعدها وهكذا، الفايفو كذلك نفس الشيء، هاي إجراءات محاسبية. بس إحنا احفظ التعريف، أي عدم تغيير الإجراء أو الأسلوب المحاسبي المطبق من فترة لأخرى لتحقيق إمكانية المقارنة. طبعا ليش أنا ممنوع أستخدم إلا إذا في أسباب ولازم أوضحها؟ طبعا ليش ممنوع أعمل هيك؟ حتى يكون في عندي مقارنة بين سنة مالية وسنة أخرى من خصاف الربح أو إلى آخره. إذا الثبات أي عدم تغيير الأسلوب أو الإجراء المحاسبي المطبق من فترة لأخرى لتحقيق إمكانية المقارنة وعدم التأثير على صافي الربح، مع ملاحظة أن هذا لا يعني أن المنشأة لا يمكنها مطلقا أن تغير أساليبها زي ما حكينا، بل يمكنها ذلك بشرط زي ما حكيت لك الإفصاح، حتى أني أفصح إيش أسباب التغيير وأوضح. تمام، هاي بشرط الإفصاح عن هذا التغيير والآثار الناتجة عنه في القوائم المالية حتى لا يتم تضليل من المستخدمين، حتى ما أضحك على المستفيدين. تمام، منهم الملاك صح ولا لا؟ منهم الملاك. تمام، الآن رح نحكي عن التحفظ. شو يعني التحفظ؟ من اسمه التحفظ، الحيطة والحذر. بنات بس بدنا ننتبه شغلة، احنا هون حكينا فرد محاسبي، الثبات محدد محاسبي. ننتبه، محدد محاسبي، هي لونت لك يا عشان تنتبهي، هون محدد محاسبي. تمام، التحفظ الحيطة والحذر، اي اني اخذ في الاعتبار الخسائر المتوقعة قبل حدوثها، وايضا الاخذ في الاعتبار الارباح المتوقعة، يعني ما اعترف فيها الا اذا تحققت فعلا، الا اذا تحققت فعلا. سهل جدا، التحفظ أي الأخذ في الاعتبار الخسائر المتوقعة قبل حدوثها، وذلك من خلال تقويين مخصصات لمواجهة تلك الخسائر، بسموه مخصص إجباري. أو الأخذ في الاعتبار الأرباح المتوقعة إلا عند تحققها إيش فعلا، هذا عندي محدد محاسبي اسمه التحفظ. الآن الأهمية النسبية أيضا هو عبارة عن محدد محاسبي. بنات أنا بدي بس تحفظي لي التعريف فقط لا غير، رح يتوضح معنا أكثر بالحل، ورح أورجيكم كيف الأهمية النسبية حتى في ترتيب حسابات الأصول، في ترتيب حسابات الخصوم وهكذا. ما هي الأهمية النسبية؟ هي أن الاهتمام بتوفير الدقة في معالجة وتحليل المعلومات المحاسبية يتوقف على مدى أهميتها النسبية وتأثيرها المتوقع على نتائج كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. ورح نشوف كيف حتى إحنا الأهمية بالنسبة حتى لترتيب الحسابات داخل القوائم المالية. تمام، إذن هما عبارة عن، شوفوا كيف المبادئ المحاسبية، درسنا التكلفة التاريخية وشفنا إنها مبدأ محاسبي وشو تعريفها، أيضا المقابلة وشفنا
حكينا انها مبدا محاسبي، وشفنا كيف انه بنقابل المصروفات بالايرادات خلال فتره زمنيه معينه. التحقق مبدا محاسبي، الافصاح مبدا محاسبي، الاستحقاق مبدا محاسبي، الوحده المحاسبيه فرد محاسبي، الوحده النقديه فرد محاسبي، الفتره ايضا المحاسبيه فرد محاسبي، الاستمراريه فرد محاسبي، الثبات هنا التجانس محدد محاسبي، التحفظ محدد محاسبي، الأهمية النسبية محدد محاسبي. تمام؟ فبنا نحفظ كل مبدأ وكل فرد وكل محدد محاسبي، نشوف عنا وبنميز كل واحد فيهم عشان ممكن يجينا بالاختياري، فنكون على دراية وعلم فيه. نحفظ التعريف جدا مهم، ونميز كل مبدأ وكل فرد وكل محدد محاسبي. المصطلحات المحاسبية باللغة الإنجليزية مهم إنك تعرفيها، مهم إنك تحفظيها. نذكر بعض المصطلحات المحاسبية المذكورة هون: accounting المحاسبة، income statement عندنا قائمة الدخل، balance sheet الميزانية العمومية أو قائمة المركز المالي، assets اللي هي الأصول، liabilities اللي هو الالتزامات، owners equity اللي هي حقوق الملكية، gap اللي هي المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. طبعا بدك تحفظيها زي اسمك في حال اجتك اختياري، لازم تكوني على دراية وعلم فيها. وانا بنصحك انك تحفظي المصطلحات المحاسبية حتى تبحثي ايضا عن مصطلحات اخرى وتقومي بحفظها. لهون احنا رح نستوقف، ان شاء الله رح نكمل مع بعض الفصل الثاني حضوري ان شاء الله. بتمنى انكم تدرسوا المحاضرة جدا ممتاز عشان تكون عندكم المحاضرة الاخرى سهلة وتكون مكملة للمحاضرة السابقة، لأنه زي ما حكيت لكم مدخل محاسب مالي واحد هو يعني كل درس مكمل للدرس اللي بعده، ما بنقدر نفصل أي درس عن الآخر. بالتوفيق إن شاء الله.